مع بعض هنستكمل الجزء الشابتر اللي فاضل بالنسبة للأكاونتنج فور فورين كارنسي ترانزاكشنز، بس هندرس النهاردة باي بيرتشيزز. طبعا زي ما حضراتكم موجودة اهو على الشاشة، طبعا الشابتر ده موجود في أول شابتر اهو، الجزء المتعلق في الأكاونتنج فور فورين كارنسي ترانزاكشنز. طبعا احنا المره اللي فاتت شرحت لسيادتك what is the meaning of foreign currency transactions، ايه التايبس بتاعتها، ايه البروبلمز arising from the foreign currency transactions، وشرحت لسيادتك ايه الفرق ما بين completed and extended transaction، what is the difference between completed and extended transactions. وبعد كده طبعا دخلنا على الجزء البراكتيكال، خدنا جزء البراكتيكال اللي هي المتعلقة بالسيلز، امتى يكون لما بيحصل انكريز في الاكسشينج ريت، امتى ان انا بعالجها معالجة محاسبية. ومرة تانية اديت لك بروبلم تانية في حالة بدل ما يبقى فيه increase of the exchange rate تبقى decrease of the exchange rate، وازاي ان حضرتك بتعالجها معالجة محاسبية. طبعا دي كانت المتعلقة بالسيلز. النهاردة ان شاء الله هناخد بالجزء المتعلق بالايه، بالبرتشيسز اهو. example 4 طبعا اهو، زي ما example 4 زي ما هو ظاهر عند حضرتك على الشاشة، ده موجود في الكتاب. نقرا كده مع بعض البروبلم وهنشوف البروبلم هو طالب من سيادتك ايه، وازاي ان انت حضرتك طالب من الريكوايرد طالب مننا ايه. بيقول لك on 1/1/1 Jan 2016 one of the Egyptian companies made an agreement to purchase goods from British company and the exchange rate is 1 sterling pounds equal 12.94 Egyptian pounds and the value of goods contracted for 5000 sterling pounds. بعد كده on 31 December 2016 the last day of the year في نهاية السنة the date of financial statements preparation، بيعملوا ال financial statements بتاعتهم بالنسبة للشركة، وكان وقتها ال exchange rate ال 1 sterling pounds equal 13.10 Egyptian pounds. بعد كده دخل على السنة الجديدة طبعا on 12 Jan 2017 the value has been paid for the breach company، طبعا هيدفع الفلوس اللي عليه للشركة البريطانية، وكان وقتها حصل ان ال exchange rate حصل a change of the exchange rate when the exchange rate ال 1 sterling pound equal 13.25 Egyptian pounds. في ال required طلب من سيادتك how to journalize entries in the Egyptian company's records according to the single transaction perspective، طلب من سيادتك ان انت تعمل journalize entry بس in the Egyptian company records. طبعا حضرتك لما تيجي تعمل لما تيجي تعمل journalize entries in the Egyptian companies، طبعا حضرتك ال Egyptian company بيتعامل بأني exchange rate، بيتعامل by Egyptian pounds. فهو طبعا حضرتك من خلال problem اللي ظاهر عند حضرتك على الشاشة هنضطر ان احنا نعمل تحويل، ان انت هتعمل transfer you need to make the transfer from sterling pounds to Egyptian pounds، حضرتك هتحول من استرليني لجنيه مصري علشان النمبرز الارقام البيانات اللي حضرتك والارقام اللي هتستخدمها بالجنيه المصري، عشان هو طبعا في الريكوير طالب ان انت هتعمل باني جورنالايز انتري بايجيبشن كومباني، والايجيبشن كومباني بيتعامل باني اكسشينج ريت باني سعر صرف بالاكسشينج ريت باي ايجيبشن باوندز. طبعا هندخل اول حاجه في السوليوشن نمبر 1، طبعا هتعمل demonstrate the transaction value، ان انت بتثبت طبعا قيمه الترانزاكشن في 1 جان 2016. في وقتها طبعا ايه اللي هيحصل، هتقول اهو on this date the foreign transaction are recorded in the Egyptian company's records by using the prevailing exchange rate، طبعا حضرتك هتحول المبلغ اللي انت من استرليني لجنيه مصري. طبعا هو ظهر عند حضرتك على الشاشة، هو بيقول لسيادتك ان المسألة دي purchases ولا sales، اهو بيقول لك one of the Egyptian companies made an agreement to purchase goods، يبقى this example this is purchases اهو، يبقى شركة مصرية وافقت ان هي تشتري بضاعة من الخارج، يعني هتستورد بضاعة من ايه، from بريتش اي كومباني، من الشركة البريطانية، هتستورد بضاعة يعني to purchase goods من الشركة البريطانية. وقتها كان الاكسشينج ريت كان ال 1 استرليني كان عامل كام؟ ال 1 استرليني باوند ايكوال 12.94 ايجيبشن باوند.
وهو طبعا قيمة البضاعة اللي هي the value of goods contracted كام المبلغ 5 sterling pounds. حضرتك هتحول المبلغ، محتاج ان انت حضرتك تحول المبلغ you need to make the transfer from sterling pounds to Egyptian pounds. حضرتك هتحول المبلغ من استرليني لجنيه مصري، فطبعا هتاخد الايه ال 5000 sterling pounds multiply 12.94 equal كام يا حضرات 64,700 Egyptian pounds. يبقى 64,700 ده المبلغ اللي باي ايجيبشن ايه باي ايجيبشن باونز. حضرتك هتعمل لها ريكوردنج جورنالايز انترست، طبعا زي ما قلت لحضراتكم بتقول ايتمز ديبت كريدت، طبعا هتكتب المبلغ 64,700 باي ديبت اند باي كريدت 64,700 باي كريدت. طبعا المساله دي بيرشيزز، يبقى البيرشيزز اساسا النيتشر بتاعها بيتحط في الديبت، فطبعا هتكتب على انها بيرشيزز. وفي الحاله دي طبعا هو بيقول لك يو بيرشيزز ذا ايه ذا انفنتوري اند نوت بايد باي كاش، انت دفعها، انت استوردت، انت اشتريت بضاعه من الخارج ولسه ما دفعتش الفلوس اللي عليك، فبالتالي ما يقول لك يو بيرشيزز ذا انفنتوري اند نوت بايد باي كاش يبقى ذيس از ايه اكونتس بيبل or creditors or suppliers. يا اما تكتبها suppliers صح، يا اما creditors، يا اما accounts payable. عليك فلوس لمين؟ اللي هم مين؟ اللي هم ال breach company. تمام، يبقى حضرتك يا اما نقول suppliers or creditors or accounts payable، اي حاجة من التلاتة دول بتبقى صح. طبعا ده اول انتري، فيرست انتري، ان ايه حضرتك اثبتت عملت لها demonstrate the transaction value on 1 Jan 2016. بعد كده ايه اللي حصل في نهايه السنه the last day of the year، لما جه عمل ال date of financial statements preparation، لما جه عملوا ال financial statements بتاعتهم بالنسبه لل Egyptian company، حصل a change of the exchange rate من from 12.94 ل 2.13.10. كده في الحاله دي يا شباب حصل في حصل تغير في سعر الصرف، حصل a change of the exchange rate. حصل كده في الحاله دي increase ولا decrease؟ حصل increase of the exchange rate، ان التغير اللي حصل من 12 0.94 ل 2.13.10، يبقى حصل increase of the exchange rate. ولما بيحصل عندك increase of the exchange rate how to recording in the journalized entry، ازاي ان حضرتك هتسجلها عندك في journalized entry؟ فرق العمله اللي حصل هنا في الحاله دي لما حصل سعر التغير بالنسبه لسعر الصرف اتغير، فالفرق ده حضرتك انت بتعالجها، بتعمل لها معالجه محاسبيه. فالفرق اللي حصل اهو، فالفرق اللي حصل من from 12.94 ل 213.10 هنعالجها معالجه محاسبيه، وهتضطر ان انت تعمل لها adjusting of exchange rate differences in the financial statements preparation on 31 December 2016. يبقى لما هيحصل تغير في سعر الصرف حضرتك لازم اوتوماتيك، دي قاعده في المحاسبه، ان اي سعر صرف بيتغير لازم حضرتك بتعمل لها the adjustment of exchange rate differences in the financial statements preparation on 31 December 2016. هتعمل لها adjusting entry of the exchange rate، الفرق اللي حصل. طبعا هتاخد الفرق ازاي؟ اهو هتاخد الفرق ما بينهم من ايه 12.94 minus 12.10 multiply طبعا المبلغ اللي حضرتك قيمة البضاعة اللي انت استوردتها اللي هي ال 5000، عشان حضرتك هتحول المبلغ بالايه بالجنيه المصري. الفرق اللي حصل، فرق العملة اللي حصل بالجنيه المصري، يبقى لما هتاخد فرق العملة فرق العملة وتحولها بالجنيه المصري هتاخد ازاي فرق العملة، تحسبها ازاي how to calculate it. ماشي، اهو هتاخد الايه حضرتك ال 12.94 minus ال 13.10 multiply ال 5000، هتطلع المبلغ اللي هو كام الفرق اللي حصل اللي هو ال 800. طبعا جت منين ال 800؟ ال 800 يا شباب زي ما قلت لسيادتك اهو الفرق ما بين اهو الفرق ما بين اهو ال 12.94 minus ال 12.10 الفرق ما بينهم، وهتضربه multiply ال 5000 هتطلع المبلغ كام 800. طيب هنا في الحالة دي لما طبعا سعر الصرف هنا في آخر السنة في the last day of the year حصل increase of the exchange rate، لما بتيجي تعمل لها adjusting entry بتبقى the same transaction زي اللي فاتت بالظبط. ليه the same transaction؟ لو جينا نفتكر ان اي زيادة لما بيحصل increase of the exchange rate بيبقى the same transaction، لما بيحصل معاك decrease of the exchange rate تبقى the reverse of a of transaction. هنا حصل معاك increase of the exchange rate تبقى the same transaction، تبقى a purchases by debit and by credit a بنقول suppliers أو or creditors or accounts payable، طبعا اللي هم مين؟ اللي هم ال breach company. بعد كده دخل على السنة اللي بعديها
في 12 جان 2017 حصل تشينج اوف ذا اكسشينج ريت من فروم 13.10 ل 213.25. حصل انكريز ولا ديكريز يا شباب؟ كده حصل انكريز تاني اوف ذا اكسشينج ريت. ولما بيحصل معاك انكريز اوف ذا اكسشينج ريت طبعا هتعمل لها ادجاستنج انتري. ولما تيجي تعمل لها ادجاستنج انتري طبعا، وهنا في الحاله دي لما حصل معاك انكريز اوف ذا اكسشينج ريت كده هتبقى ذا سيم ترانزاكشن ولا ذا ريفرس اوف ترانزاكشن، هتبقى نفس القيد ولا هتعكسه؟ لا هتبقى نفس القيد، ليها نفس القيد عشان حصل increase of the exchange rate. طبعا هتقول purchases by debit and by credit، هنقول suppliers or credit or creditors او or accounts payable اللي هما مين؟ اللي هما البريتش كامباني. كام المبلغ يا شباب؟ او هتاخد الفرق difference between them اهو، من اي هتاخد الفرق طبعا عشان حضرتك هتحولها للجنيه المصري، يبقى ايه 13.10 minus 13.25 multiply قيمة البضاعة اللي انت استوردتها اللي ايه the value of goods by sterling pounds اللي هي 5000، هتطلع المبلغ equal 750 اهي. يبقى 750 اهو، وضحت ازاي ان حضرتك اتجابت ازاي. بعد كده في نفس اليوم دفع الفلوس اللي عليه بقى في 12 جان 2017، دفع الفلوس اللي عليه للشركه الايه؟ للشركه البريطانيه. قال لك زين ذا بيمنت تو ذا بريتش كومباني، المبلغ طبعا حضرتك هتحول المبلغ طبعا قيمه البضاعه اللي انت استوردتها بالجنيه الاسترليني هتحولها بالمصري عشان تثبتها عندك في الدفاتر بتاعتك. طبعا ايه؟ يبقى هتاخد ال 5000 ستيرلينج باوندز مالتيبلاي ذا لاست ايه ذا لاست اكسشينج ريت، اخر سعر صرف ذا لاست اوف ذا اكسشينج ريت كان ساعتها كام بقى؟ ذا لاست اوف ذا اكسشينج ريت اللي هو كان بتاريخ 12 جان 2017 13.25. يبقى ال 5000 مالتيبلاي اهي ال 5000 مالتيبلاي ال 13.25 هيطلع كام المبلغ؟ 66250 اهو، 66250 ده الايه؟ المبلغ اللي هيدفع الفلوس اللي عليه للشركه البريطانيه. فبالتالي لما هيدفع الفلوس اللي عليه الكريديتورز اللي هو كانت اساسا في الكريدت خلاص هيبقى ايه؟ هعمل لها كلوزنج، هتبقى باي ديبت. يبقى هنكتب هنا باي ديبت سبلايرز اور كريديتورز اور اكونتس بيبل اللي هم البريتش كومباني، ودفعت الفلوس اللي عليك يا اما بنك او ايه؟ يا اما تكتبها بنك او كاش اهي، يا اما بنك او كاش، الاثنين صح يا شباب، مفيش مشكله بالنسبه لكم. تمام. طيب كده يبقى احنا خدنا اول مساله في البيرتشيسز في حاله لما يحصل انكريز اوف ذا اكسشينج ريت. طب ناخد واحده ثانيه، لما بدل ما يبقى في انكريز اوف ذا اكسشينج ريت تبقى ديكريز اوف ذا اكسشينج ريت، بدل ما يبقى يحصل زياده في سعر الصرف تبقى يحصل ان ايه؟ انخفاض في سعر الصرف. ازاي ان انت تعالجها؟ المعالجه المحاسبيه بتاعتنا. قال لك اهو نقرا كده مع بعض المساله، بيقول لك ايجيبشن كومباني ميك ان اجريمنت تو باي جودز فروم ا يو اس كومباني فور 10000 دولار and the exchange rate ساعتها is ال 1 دولار equal 9.30 ايجيبشن باوندز. وبعد كده قال لك in the last day of the year on 31 December 2016 the financial statements for Egyptian company have been prepared and the exchange rate is $1 equal 9.20 Egyptian pounds. وبعد كده دخل في السنة اللي بعدها 10 Jan 2017 the goods value has been paid to the US company when the exchange rate is $1 equal 9.10 Egyptian pounds. طالب من سيادتك في required how to recording journalize interest according to the single transaction perspective. اول حاجه دلوقتي يا شباب نعرف، عايزين نعرف المساله دي completed ولا extended. المساله دي هي completed transaction ولا extended transaction. هو بيقول لك نوع الصفقه دي، هو بيقول لك الصفقه بدات يوم كام؟ الصفقه بدات يوم 1/1. هو طبعا هو مش محددها لك، فطبعا هنا في الاول يبقى هو في الاساس الصفقه بدات في اول السنه، ان هو بيقول لك في الاول خالص ثواني اه في اول في الاول خالص بيقول لك في اول السنه ان الشركه استوردت بضاعه من امريكا بمبلغ 10000 دولار، والصفقه خلصت في السنه اللي بعدها في 10 جان 2017. يبقى نوع الصفقه دي او نوع الترانزاكشنز دي، يبقى دي كومبليتد ولا اكستندد؟ اكستندد. ليه اكستندد؟ عشان عدت الايه؟ السنه الماليه. لما تبقى اكستندد ترانزاكشن نوع الصفقه، لو هي بدات وخلصت وعدت السنه مور ذان 1 يير يبقى ذيس از اكستندد ترانزاكشن. لما تبقى ليس ذان اقل من سنه ليس ذان 1 يير يبقى ذيس از كومبليتد ترانزاكشن. لما زي ما قلت لحضراتكم
المرة اللي فاتت، الفرق ما بين الكومبليتد والاكستندد. الكومبليتد في حالة لما تبقى نوع الصفقة لما بتبتدي أول السنة وتخلص في خلال السنة أقل من السنة، يعني مثلا بدأت يوم 1 جان وانتهت في 1 مارش أو 1 ماي أو 1 يونيو أو 1 جون، يبقى ده يعتبر ده كده يعتبر نوع الصفقة دي تبقى completed. امتى تكون extended؟ لو عدينا السنة. طبعا لو عدينا السنة تبقى نوع الصفقة دي تبقى extended ايه transactions. طيب طبعا عرفنا ان هنا نوع الصفقة دي ان هي على انها extended transactions. طيب هنعملها ازاي مع بعض؟ طبعا زي ما قلت لسيادتك اول حاجة بتثبت تعمل proof the transaction value on the date and agreement on 1 February 2016. اهو بتثبت اول حاجة قيمة البضاعة اللي انت استوردتها، المسألة دي purchases ولا sales؟ قال لك اهو Egyptian company make an agreement to buy goods from a US company، يبقى to buy goods الشركة المصرية اشترت بضاعة من امريكا، يبقى to buy goods يبقى المسألة دي sales ولا purchases؟ purchases. ومعروف ال purchases في accounting لما تيجي تعملها recording in the journal entry تبقى ال purchases debit ولا credit يا حضرات؟ تبقى debit. اهو كتبناها على انها ديبت، وفي الحالة دي حضرتك انت اشتريت البضاعة ولسه ما دفعتش الفلوس اللي عليك، يا اما بنسميها سبلايرز او كريديتورز او اكاونتس بيبل اللي هم مين الفلوس اللي عليك اللي هم اليو اس كامباني بكام المبلغ، او حضرتك الايه قيمة البضاعة اللي انت استوردتها اللي هي ال 10000 دولار ال 10000 دولار مالتيبلايز كان ساعتها الاكستشينج ريت ال 1 دولار عامل كام 9.30 ايجيبشن باوندز، يبقى 10000 دولار مالتيبلاي 9.30 يبقى ايكوال كام 93,000 purchases in debit and by credit 93,000 اللي هي suppliers أو creditors. تمام؟ بعد كده الخطوة اللي بعديها في نهاية السنة المالية اللي حصل قالك the last day of the year حصل a change of the exchange rate من from 9.3 لإيه؟ ل 9.20. كده حصل increase ولا decrease يا شباب؟ حصل decrease of the exchange rate، ولما بيحصل هنا في الحالة دي decrease of the exchange rate يبقى transaction لما تيجي تعملها هتعملها ازاي بقى؟ هتبقى the same transaction ولا the reverse of transaction؟ the reverse of transaction. ليه the reverse of transaction؟ عشان هنا سعر الصرف هنا بيحصل له ايه decrease، لما يبقى increase يبقى the same of transaction، لما يبقى decrease يبقى the reverse of a transaction. يبقى the reverse of transaction يبقى هنعكس الانتري، يبقى هنخلي بدل تبقى suppliers والcreditors كانوا في الكريدت هيبقوا في الديبت، والpurchases بدل ما هيبقى في الديبت هيبقى في الايه في الكريدت. تمام؟ بكام الفرق اللي حصل او هتاخد الفرق ما بينهم اللي هو طبعا 9.30 minus 9.20 multiply 10,000 دولار عشان تحولها بالمصري الفرق كام بال 1,000. تمام؟ وبعد كده دخل على السنة اللي بعدها في 10 جان 2017 حصل change of the exchange rate من from 9.20 ل 29.10، يبقى هنا حصل increase of the exchange rate or decrease of the exchange rate. decrease of the exchange rate، ولما بيحصل عند سيادتك decrease of the exchange rate يبقى كده هتبقى the same of transaction ولا the reverse of transaction. the reverse of transaction هتعكس الايه الانتري. طبعا لما هتبقى the reverse of transaction هتبقى زي الانتري اللي قبليها بالظبط، ايه هنقول اهو suppliers or creditors or accounts payable اللي هم ال US company by debit and by credit الايه ال purchases. طبعا بكام الفرق؟ اهو الفرق اللي حصل اهي من 9.20 minus 9.10 multiply 10,000 دولار عشان حضرتك تحولها بالمصري يبقى كام بال ايه 1,000. تمام اهي بال 1,000. بعد كده في نفس اليوم دفع الفلوس اللي عليه الشركة المصرية، دفعت الفلوس اللي عليها للشركة الأمريكية أو زين the payment value. طبعا ساعتها كان إيه سعر الصرف في الوقت ده كان عامل كام؟ the last of exchange rate كان عامل 9.10. يبقى إيه؟ يبقى هتاخد 10,000 دولار أو في زيرو زيادة أو 10,000 دولار multiply 9.10 equal 91,000 Egyptian pounds. يبقى المبلغ اللي هيدفع الفلوس اللي عليه للشركة الأمريكية 91,000 Egyptian pounds by debit and by credit the same number. طبعا هنا في الحالة دي الكريديتورز خلاص اللي كانت في الكريدت بقى هيبقى في الديبت اللي هما اليو اس كامباني، وطبعا هيدفع الفلوس يا اما باي بانك يا اما هتكتبها يا اما باي بانك يا اما باي كاش، الاتنين صح، بانك او كاش الاتنين ترو بالنسبة لحضرتك. تمام؟ يبقى كده احنا خدنا النهاردة مسألتين عن البرشيسز، مرة انكريز ومرة ديكريز. طيب مسألة تانية يا حضرات
بنتكلم عن هنا الدوكيومنتري كريديت، بنتكلم عن فتح الاعتماد المستندي الدوكيومنتري كريديت. بيقول لك ان نقرا كده مع بعض البروبلم، اهي البروبلم الزرع عند حضرتك على الشاشه، وطلب برضو هنا منك في سيادتك من خلال الريكوايرد جورنالايز انتريز طبعا اكوردنج تو ذا سنجل ترانزاكشن برسبكتيف. نقرا كده مع بعض المساله طبعا تانية، نوع مساله تانية بس بيتكلم عن الدوكيومنتري كريدت الاعتماد المستندي. بيقول لك اون 1 جان 2016 ذا ايجيبشن كومبانيز ميك ان اجريمنت تو بيرشيز جودز فروم ذا بريتش كومبانيز اند اوبن ا دوكيومنتري كريدت ان مصر بنك الوان وين الوان استرلينج باوند ايكوال 12.94 ايجيبشن باوند اند ذا فاليو اوف جودز ايكوال 5000 استرلينج باوند. وبعد كده after 3 months on 1 March 2016 the goods received استلمت البضاعة the goods received or the inventory received and وحصل a change of the exchange rate ال 1 sterling pounds equal كام يا شباب 12.97 Egyptian pounds and at the date of financial statements preparation في نهاية السنة كان ال 1 sterling pounds equal 13.10. وبعد كده دخل في السنة اللي بعديها 12 جان 2017 ده هيدفع الفلوس اللي عليه the agreement value paid to the breach company when the exchange rate ال 1 sterling pounds equal 13.25 Egyptian pounds. بيقول لسيادتك ان شركة مصرية هتستورد بضاعة من خارج ايه purchases goods هتشتري بضاعة من بره، فالمسألة دي طبعا purchases ولا sales يا حضرات purchases تمام، او شركة مصرية هتستورد بضاعة من بريطانيا من شركة بريطانية من بريتش كومباني، وهو طبعا ايه ساعتها عشان يستورد البضاعة قيمة البضاعة اللي هو هيستوردها من الشركة البريطانية تمنها كام 5 استرلينج باوندز. فحضرتك عشان يستلم البضاعة من المينا طبعا بعد ما استورد البضاعة عشان تدخل البلد تمام وتوصل المينا، ولما توصل المينا طبعا لازم يكون اوريدي فاتح اعتماد مستندي، لازم يكون اوريدي فاتح عامل open documentary credit by the bank. ده من احد الرولز معروفة ان حضرتك لو استوردت بضاعة من برة قيمة البضاعة اللي انت استوردتها تمنها 5000 sterling pounds، قيمة البضاعة اللي انت هتستوردها من برة بيقول لك حضرتك لازم تعمل لها open documentary credit. open documentary credit ان انت لازم تعمل لها فتح اعتماد مستندي open documentary credit by the bank. فحضرتك لازم تعمل open documentary credit by the bank. يبقى ازاي تعمل لها how to recording in the journalized entry. يبقى اول حاجة number one في solution اهو هتقول demonstrate the documentary credit transaction 1 Jan 2016 documentary credit value او فتح الاعتماد المستندي قيمته كام بقيمة البضاعة اللي انت استوردت بيها، كام قيمة البضاعة اللي انت استوردت بيها، قيمة البضاعة اللي حضرتك اللي انت اشتريتها اللي انت استوردتها اللي هي قيمتها كام اهي قيمتها اللي هي 5000 sterling pounds او the value of goods or the value of inventory بكام يا حضرات بال 5 sterling pounds. اهو حضرتك دلوقتي في الحالة دي هتحول المبلغ you need to make the transfer from sterling pounds to Egyptian pounds، حضرتك هتحول المبلغ من استرليني لإيه لمصري، فطبعا اهو ال 5 sterling pounds multiply وقتها كان الإيه الاسترليني كان عامل كام ال 1 sterling equal 12.94 يبقى كام المبلغ 64700 Egyptian pounds. اهو كتبنا المبلغ اهو by debit and by credit. طبعا المسألة دي documentary credit فهتكتب عن شكل الانتري عبارة عن ايه، هتقول documentary credit for purchasing goods. ليه for purchasing؟ عشان حضرتك انت بتشتري ولا بتبيع، ده انت بشتري، فبالتالي طبعا لما تيجي بتشتري purchasing goods purchases اساسا بطبيعتها في الاكاونتنج debit ولا credit يا حضرات debit صح ولا لا، فطبعا يبقى شكل الانتري هيبقى عبارة عن هتكتب documentary credit for purchasing goods in debit and by credit على انها credit ليه creditors ان انت حضرتك you purchase the inventory and not paid by cash، اشتريت البضاعة ولسه ما دفعتش الفلوس اللي عليك، فبالتالي لما انت ما دفعتش الفلوس اللي عليك you purchase the inventory and not paid by cash بيسموها that means creditors of documentary credit for purchasing goods. يبقى شكل الانتري حضرتك عبارة عن ايه، هتقول documentary credit for purchasing goods in debit and by credit creditors of documentary credit for purchasing goods بكام المبلغ 64700.
بعد كده حصل change of the exchange rate، حصل تغير بعد after 3 months، بعد 3 شهور on 1 March 2016 حصل change of the exchange rate from 12.94 ل 12.97. حصل كده يا شباب، حصل ايه؟ حصل change of the exchange rate increase ولا decrease؟ حصل increase of the exchange rate. ولما يحصل increase of the exchange rate هتبقى transaction هتبقى the same of transaction ولا the reverse of transaction؟ Transaction هتبقى the same of transaction، يبقى نفس الترانزاكشن اللي حضرتك عملته بتعيده تاني اهو. هنقول documentary credit for purchasing goods by debit and by credit creditors of documentary credit for purchasing goods اهو. طبعا انا هعملها كده، هعملها بالبولد عشان تبقى حضراتكم تبقوا ايه عارفينها. دي واحده عشان ما يحصلش ايه الناس، عشان الناس ما تتلخبطش. تمام، وهنا برضو نفس القصة هعملها بالبولد اهي. تمام، طيب واللي بعدها برضو بالبولد. دي واحدة تمام كده. طبعا هنا يا حضرات، طبعا هنا زي ما قلت لحضرتك ان هنا الدوكيومنتري كريديت طبعا بعد 3 شهور اهو after 3 months on 1 March 2016 حصل change of the exchange rate اهو من from كام from 12.94 ل 12.97. حصل increase ولا decrease؟ طبعا سعر الصرف هنا حصل له increase، ولما بيحصل increase of the exchange rate هتبقى the same of transaction اهو، نفس الترانزاكشن اللي فوق بعيده تاني. وطبعا بكام الفرق اللي حصل اهو ال 150، جت منين ال 150؟ الفرق ما بينهم، وهتضربهم multiply قيمة البضاعة اللي انت استوردتها اللي هو بالجنيه الاسترليني عشان حضرتك هتحولها بفرق العملة بالجنيه المصري، يبقى ال 5000 multiply between brackets 12.97 minus 12.94 equal 150. تمام، بعد كده في نفس اليوم استلمت البضاعة. ان هو قايل لك اساسا ايه؟ قال لك ايه on 1 March 2016 the inventory received the goods received. استلمت البضاعة في الوقت ده، لما تيجي تستلم البضاعة خلاص الدوكيومنتري كريدت ما بقتش ليها لازمة عندي، ان انت حضرتك انت بتعمل الدوكيومنتري كريدت بمقابل عشان تستلم بيها البضاعة. اوريدي خلاص استلمت البضاعة، فالانفنتوري هيسمع عند سيادتك في الديبت عشان قال لك ايه يو ريسيفد ذا جودز. لما يقول لك يو ريسيفد ذا جودز الانفنتوري حضرتك استلمتها، يبقى كده الانفنتوري هيسمع سيادتك ان ديبت. فطبعا هتكتب هنا الانفنتوري باي ديبت وعملها كلوزنج باي ايه دوكيومنتري كريدت فور purchasing goods. طبعا قفلها مع الدوكيومنتري كريدت. ليه قفلها مع الدوكيومنتري كريدت فور purchasing goods؟ ان هو انت من الاساس انت عامل اوبن دوكيومنتري كريدت. ليه يا شباب؟ انت عامل اوبن ذا دوكيومنتري كريدت فور purchasing goods عشان الغرض منه عشان تستلم بيها البضاعه. فانت اوريدي استلمت بيها البضاعه، يو ريسيفد ذا انفنتوري. لما يبقى يو ريسيفد ذا انفنتوري يبقى خلاص، يبقى الدوكيومنتري كريدت ما بقتش ليها قيمه عندي، ان انت خلاص استلمت بيها البضاعه، ايه مهمتها خلصت. فطبعا المهمه بتاعتها خلصت، فبالتالي هي في الاساس كانت في الديبت الدوكيومنتري كريدت، فخلاص عملت لها كلوزنج وقفلناها في الايه في الكريدت مع مين؟ مع الانفنتوري. بكام المبلغ كان وقتها الانفنتوري؟ قيمه البضاعه كان في وقتها كان كام في 1 مارش 2016؟ كان عامل 12.97. حضرتك هتحتاج ان انت تحول، يو نيد تو ميك ذا ترانسفير فروم استرلينج باوندز تو ايجيبشن باوندز. هتحول الايه من جنيه استرليني لجنيه مصري، فطبعا هتاخد 5000 multiply 12.97 equal كم يا حضرات؟ 64850 المبلغ اهو، 64850 64850. تمام، in debit and by credit. بعد كده في نهاية السنة the last day of the year، في نهاية السنة المالية حصل a change of the exchange rate، حصل تغير في سعر الصرف من from a 12.97 ل 13.10. حصل تغير في سعر الصرف يا حضرات من from 12.97 ل 13.10. حصل كده increase ولا decrease؟ حصل increase of the exchange rate. ولما يحصل هنا في الحالة دي increase of the exchange لما يحصل معاك increase of the exchange rate، هتبقى هنا لما تيجي تعمل journalize entry ايه الوضع اللي هيعمل، الوضع اللي هيتم بقى هنا في الحالة دي؟ يبقى transaction هتبقى the same of transaction ولا the reverse of transaction؟ هتبقى the same of transaction. ليه هتبقى the same of transaction؟ عشان ايه؟ حصل increase of the exchange rate اهو. هنا في الحالة دي اهي هتبقى the same،
ترانزاكشن هنكتب الانفنتوري باي ديبت اند باي كريدت، بدل ما هنقول دوكيومنتري كريدت فور بيرشيسنج جودز هنزود كلمه كريدتورز. ليه زودنا كلمه كريدتورز؟ طبعا ايه هو ده الاختلاف البسيط اللي حضرتك اللي انت هتزوده، هنكتب فيه كريدتورز اوف ونكمل بقيه الجمله الايه اللي فاتت اهو، كريدتورز اوف دوكيومنتري كريدت فور بيرشيسنج جودز. ليه كريدتورز؟ ان هو بيقول لسيادتك احنا دخلنا على ايه نهايه السنه ذا لاست داي اوف ذا يير لسه ما دفعش الفلوس اللي عليه، not paid by cash، حصل a change of the exchange rate ان سعر الصرف اتغير، حصل a change of the exchange rate من from 12.97 ل 13.10 and not paid by cash ولسه ما دفعش الفلوس اللي عليه، and not paid by cash يبقى كده في الحاله دي بنسميها ذات مينز ايه حضرات creditors. فطبعا يبقى شكل الانتري هيبقى عباره عن الانفنتوري باي ديبت اند باي كريدت، طبعا بنسميها creditors of documentary credit for purchasing goods. بكام الفرق؟ طبعا المبلغ 650 جت منين 650 اهو الفرق ما بينهم، multiply ال 5000 هتطلع المبلغ ال 650. بعد كده دخل على السنه اللي بعدها، طبعا دخل في 12 جان 2017 خلاص الشركة المصرية هتدفع الفلوس اللي عليها، the agreement خلاص وافقت ان هي هتدفع الفلوس اللي عليها، the agreement value paid to the bridge company، وحصل a change of the exchange rate من ايه من from 13.10 ل 13.25. كده في الحالة دي يا شباب حصل increase of the exchange rate ولا decrease؟ حصل increase، ولما بيحصل increase of the exchange rate هتبقى the same of transaction ولا the reverse of transaction؟ هتبقى the same of transaction، يبقى نفس الترانس اكشن اللي فاتت بعيدها تاني اهي، نفس الترانزاكشن اللي فاتت بعيدها تاني اهو، بنكتبها هنا برضه عشان ايه ما يبقاش اهو. طبعا هنكتب الانفنتوري باي ديبت اهو وباي كريدت زي اللي فاتت اهي بالظبط، كريدتورز اوف دوكيومنتري كريدت ايه دوكيومنتري كريدت فور بيرشيسنج جودز، تمام يا حضرات زي الانتري اللي فاتت بالظبط. بكام الفرق؟ طبعا فرق العمله اللي حصل بالجنيه المصري 750، طبعا يبقى هو الفرق اللي حصل اهي الفرق ما بينهم جت منين 750 اهو 13.10 minus 13.25 multiply هتحولها بالمصري ال 5000 هتطلع المبلغ الفرق بالجنيه المصري 750. في نفس اليوم هيدفع الفلوس اللي عليه للشركه البريطانيه اهو، ذا ايه بقى ذا بيمنت تو ذا بريتش كمباني ان 12 جان 2017. طبعا ساعتها كان الاسترليني كان الجنيه كان الاسترليني عامل كام بالجنيه المصري؟ كان هتاخد اخر سعر صرف ذا لاست اوف ذا اكسشينج ريت، ذا لاست اوف ذا اكسشينج ريت كان كام حضرات اهو the last of the exchange rate 13.25، يبقى حضرتك هتحول المبلغ ال 13.25 multiply 5000 هتطلع المبلغ كام equal 66,250. يبقى طبعا هتدفع الفلوس اللي عليك، لما تيجي طبعا هتدفع هنا الفلوس اللي عليك الكريديتورز اللي هي كانت في الاساس ايه اللي هي كانت في الاساس كريدت، خلاص هتبقى ايه في الديبت اهو، الكريديتورز الفلوس اللي كانت اللي عليك خلاص دفعتها، فالكريديتورز اللي كانت في الكريدت خلاص عملت لها كلوزنج باي ديبت. فطبعا شكل الانتري هنقول كريديتورز اوف دوكيومنتري كريدت فور بيرشيسنج جودز المبلغ اللي هو 66250، وطبعا حضرتك بتقفل الفلوس باي بانك اور باي كاش، ان انت خلاص ايه هتدفع الفلوس الايه اللي عليك، تمام بانك اور كاش، طبعا ويتش نمبر اللي هو 66250. طبعا يبقى كده النهارده شرحت لسيادتك 3 اكزامبلز، شرحنا مسالتين عن البيرشيسز، شرحت لك مره امتى يكون في انكريز اوف ذا اكسشينج ريت ومره تبقى ديكريز اوف ذا اكسشينج ريت، وشرحت لك مساله ثالثه اللي هو عن الدوكيومنتري كريدت فتح الاعتماد المستندي الدوكيومنتري كريدت فور بيرشيزنج جودز. يبقى كده يبقى الجزء المتعلق بالانترناشونال اكاونتنج بالكونتمبرري بروبلمز اند كونتمبرري بروبلمز اند ايشوز ان اكاونتنج، درسنا الجزء المتعلق في الشابتر ده الاكاونتنج فور فورين كرنسي ترانزاكشنز، اخذنا المحاضره اللي فاتت مسالتين عن السيلز، والنهارده اخذنا مسالتين عن البيرشيزز، وخدنا مساله عن الدوكيومنتري كريدت. شكرا.